سؤال واحد نطرحه هو كم عدد الأقطاب المسموح بها في المنزل ولا في الشيماتيتي المونوفازي؟ قطب واحد ولا 2 أقطاب؟ هذا هو السؤال اللي راح نجاوب عليه إن شاء الله في هذا الفيديو، من تابعوا معايا. السلام عليكم، معكم لقمان بوسعة من لوكيلكت انجينيرينج، مهندس كهرباء مختص في الدراسات الكهربائية الجهد المنخفض، ونفورمي لي تكنيسيان انجينير في هذا الميدان هذا. كما باش نجاوبوا على هذا السؤال اللي طرحناه في بداية الفيديو، خليوني نرجع بكم الفيديو كنت قمت بها في راهي في القناة تاعي تاع يوتيوب، اللي هي تتكلم على الوظائف الكهربائية. علاش نرجع لهذا الفيديو؟ لأنه مديت معلومات مهمة جدا، وهذه المعلومات راح تعاوننا باش نجاوبوا ببساطة على هذا السؤال. هاي الفيديو اللي تكلمت عليها وهذا مقطع منها. ننصح الناس اللي ما شافوش هذا الفيديو باش يروحوا يشوفوها، لانه فيها معلومات قيمة على لي فونكسيون الكتريك ولا الوظائف الكهربائية. وهذه تسمى الفيديو ديستيني للناس اللي ما يعرفوش الاجهزة، تسمى مازال ما عندهمش خبرة في الميدان، ونعطيهم طريقة سهلة باش يتعرفوا على هذه الأجهزة بسهولة أترافيغ كوا أترافيغ لي سامبول إلكتريك. نرجع للموضوع تاعنا، لهنا تكلمت على لو سيكسيونمون العزل الكهربائي، وقلت بلي لا نورم حطت شروط لازم يستوفيها هاد الجهاز باش نقدروا نسميه ولا نقولوا بلي يلعب دور العزل الكهربائي. أول شرط أنه لازم يقطع لي فاز بكل والنوتر معاهم، تسمى يقطع كلش مع على ضربة. هذا هو تريفازي، إذا كانوا مونوفازي لازم يقطع لا فاز والنوتر مع بعضهم، ما ينفعش يقطع لا فاز وحدها والنوتر موش مقطوع. في الحالة هذه كاين الريسك الإنسان اللي راح يعمل صيانة ولا راح يعمل يغير ولا راح يبدل ولا حاجة في الكهرباء. إذا كان فهمتوا هاد المعنى هذا وهذا الأمر اللي راني نتكلم عليه، يديو تشريو هاد الديجونكتور ولا الانتريبتور من عند اللي يبيع الأجهزة الكهربائية. واش راح تقولو؟ راح تقولو اعطيني ديجونكتور 16 أمبير ولا 10 أمبير ولا حاجة، لكن تقولو حاجة واحدة أخرى، لازم تقولو شحال لو نومبر دو بول. هاكا هاي تشوفو معنا واش كاين نومبر دو بول. هاد الفيديو تبين لنا لي ديجونكتور لو نومبر دو بول اللي راهو اوتوريزي على حساب كل شيما تي تي. حنا رانا اليوم نتكلمو على شيما تي تي، لكن يطبق نفس الشيء على شيما تي ان اس. وراني خصصت نتكلم خاصة على شي لو مونوفازي. هاد الجهاز هذا هو ستان ديجونكتور مانيتو تالميك، النوتر تاعو كوبي بصح موش بروتيجي. كيما تشوفو كي نقطعو يتكوبا النوتر كنحلو، لكن ماهوش بروتيجي باسكو ما كانش لي سامبول مانيتو تيرميك. اما في لافاز عندي لا بروتيكسيون. دونك واش نسميوه هذا؟ نسميوه ديجونكتور دو بي ان دي، حاب يقول دو بول ان ديكلونشور. لو ديكلونشور اللي كاين غير في لافاز. وهذا نفس الشيء يسميوه دو بي دو دي، علاه؟ لانه النوتر بروتيجي ولا فاز بروتيجي. دونك هاد الزوج حالات فقط اللي نقدروا نستعملوا فيها، هاد الزوج حالات فقط اللي نستعملوهم في المنزل، يعني في الشيما تي تي. ما كاينش حاجه اسمها اوني بولار في الشيما تي تي ولا تي ان اس. هذاك الجونكت اوني بولار كما تشوفوه هنا كاين شيما يسميه تي ان سي، هذا نتكلم عليه ان شاء الله في فيديو واحد اخرى. هو تسمى الوحيد اللي نستعملو فيه لوني بولار. هاو هنا الجونكت اوني بولار، وهنا عندنا الكابل بي وان يفوت ديريكت ما يتقطع لا والو. داكور، هاو هادو هما هذا هو الشيء اللي حبيت نقوله. الفيديو هذه تخلص هنا، نتمنى هذه المعلومات تفيدكم ان شاء الله، ونتمنى ثاني من الناس اللي تعمل في هذا الميدان في الكهربائيين المنازل ولا المهندسين ولا التقنيين ياخذوا بعين الاعتبار هذا الكلام اللي انا نقول فيه، لانه في الكهرباء تعرفوا بلي الغلطه بحقها. الانسان يحاول مهما يكون ما يعرفش يحاول يتعلم ويحاول يحسن من المردود نتاعو. ما النصيحه اللي نقولها للكهربائيين، ما تنساوش هاد الكلام اللي نقول فيه، راه ما كانش هادي الاوني بولار في الديار، ما تزيدش تخدمو اوني بولار في الديار، لازم تخدمو ديما لو بي بولار، سوسوا دو بي ان دي ولا دو بي دو دي. ايا سيدي، اما انا نخليكم على خير. ايا السلام عليكم، في الامان.